اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع، كل الناس اللي تسمع فينا وتابع فينا على الباج فيسبوك بتاعنا الحديث افام. احنا كالعاده مواصلين في مواكبه مستمره للحدث الطبي اللي انعقد اليوم، وهو الايام العالميه الرابعه للمعالجه بالنباتات الطبيه في الامراض النفسيه والامراض العصبيه. ليفينمون هذا اللي ينعقد خصيصا بتنظيم من الجمعيه التونسيه للمعالجه بالنباتات، هذاك علاش حاضره معايا وسعيد جدا بحضورها معايا مدام مريم الشتيوي. اهلا وسهلا ومرحبا. عايشك، ميرسي بيان، يعطيكم الصحة على المواكبة، خاطر سي تري امبورطون، معناها لا ميدياتيزاسيون نتاع الأحداث العلمية هذوما معناها حاجة مهمة برشا، خاطر برشا عباد ما يسمعوش بيهم وتخلي معناها اون ميور نوتوريتي حتى بالنسبة للديسيبلين هذايا. نحكي على أهمية النباتات العلمية الطبية في المعالجة للأمراض النفسية والعصبية. باهي، تري بيان. انا ان فيت باش نحكي اون جينيرال على الديسيبلين هذه اللي هي لوندوبيوجيني، اللي هي سي اون ميديسين جديده ومعناها تقنيه في الميديسين اللي يلزمنا بشوي بشوي تدخل في عقليه الطب، خاطر هي اهم حاجه، هي تهدف للوقايه من الامراض. معناها مش كي واحد يوصل للستاد انه سي مرض على الاخر ولا مالادي الي لا، وقتها نبداو نخمو شنو باش نعملوا. لي ايفو ميو معناها انا جي من الاول، دونك نحاولوا انه نحسنوا في الماكله نتاعنا. ساعه اول اهم حاجه اللي هي كما يقولوا المعده اصل الداء، خاطر بالحق الحاجه اللي ناكلوها هي اللي بعد الباء افكتي على الصحه نتاعنا. وحاجه اخرى تستعمل اكسكلوزيفمون النباتات، معناها نعرفوا نباتات صغيره، كي نقولوا نباتات مش معناها راه ما فيهمش حاجات مخترعه، حتى نباتات لازم نستعملوهم بطريقه معناها دقيقه جدا، على خاطر برشا يقول لك ها مشيت لسوق البلاط وشريت جو سي با كوا. هذه التطبيب الذاتي اللي هو حاجه غالبه. يعطيك الصحة. دونك احنا نحبوا الديسيبلين هذه اللي هي المداويات بالنباتات الطبية تولي معناها حكر على الطب، معناها يعرفوا النبتة هذيك كي يعطيها شكون تضر شكون ما تضرش وشكون تنفع وشنو هما الأعراض الجانبية. وحاجة أخرى باش نقصوا أو ماكسيموم من استعمال لي ميديكامون ألوباتيك، معناها لي برودوي شيميك، على خاطر في الأخر كي واحد كي عبد معناها كي عبد ياخذ دواء سورتو ألون تيرم، بعد في الاخر باش يجيوه اعراض جانبيه باش يولي معناها يداوي في الاعراض الجانبيه، معناها باش نخرجوا على الهدف نتاعنا، فهمتني؟ دونك المداويات بالنباتات تخلي العبد معناها حتى بدنه يكون مرتاح اكثر. يعطيك الصحه، يكون مرتاح اكثر. ميرسي بوكو مدام مريم. الحياه فهم، الحياه فهم، زهره الحياه.